السلام عليكم. السلام عليكم. صباح الخير. بخير. كيفكم؟ عايش المبروكة. معك السي عمي ورئيس مصلحة دكتور عمي وزملاء رئيس مصلحة. سي رؤوف. شرفين. طبيب مفتش في المصلحة البيطرية الخليفة. والسي المسك. مرحبا بكم. مفتش. مرحبا بكم. اسال الله اوقاتكم متابعين متابعة قناة شفت فيهم حبايبكم على اليوم في هذا البث المباشر وحنا راجعين كيفما كتساعدوا معنا. السيد اللي دار الشكاية ديالو على حول الحول اللي لقاه المريض اليوم كتلتحق اونسا كيفما كتشاهدوا معنا التحقوا الان من بعد الفيديو الحمد لله ديال قناة شفت في قناة الشعب كيفما كتشاهدوا معنا التحقوا مباشرة ودخلوا على الخط غادي نسمعوا شنو غادي يلقى وغادي نعرفوا معكم مع المباشر حنتم حنا الان امام الباب ديال هذا السيد هذا اذا كيفما كتشاهدوا معنا. كيف ما كتشاهدوا معنا متابعين هذا هو السيد اللي حنا في المنزل ديال السيد اللي لقى الحولي مريض شراها ب 70000 ريال وكما كيقول انا تقربت تحيه للناس اللي جاوا الان كيف ما كتشاهدوا معنا متابعين الافاضل نزل اونسا اللي التحقوا اتصلوا بنا واتصلوا بالسيد وقالوا له احنا مستعدين اننا نشوفوا لك هذا المشكل هذا غادي نعرفوا من عندهم مجموعه على المعطيات كيف ما كتشاهدوا معنا متابعين الافاضل. كيف ما كتشاهدوا معنا متابعين حنا في نفس المكان اللي صورنا فيه قبل قليل اللي صورنا مع كيف ما كتشاهدوا معنا شي مشكل شوف هذا فيه على الخيط خليه تما خليه الا مبرد الخريطه خليه لي تما خليه تما شوف مرحبا بك فهمتي هادشي عادي عندنا حنا في اطار العمل ديالنا عادي حنا لهذا حنا لونسا دابا هادي سنين قبل كاع من لونسا الفنيه ما كانت عندنا المديريه الفلاحه وهادشي تطور مع لونسا حنا كنديرو مداومه بشكل دائم قبل من العيد ونهار العيد ولا غدي العيد وبعد غدي ديال العيد وكنديرو الارقام ديال الاطباء البيطره والتقنيين تقريبا واحد الالف ديال الاشخاص اللي موزعين على التراب ديال المملكه كله باش الناس اللي لقات شي حاجه كيتصل بينا اللي عنده مشكل بسيط كنحلوه له في التليفون. انا لقيت هاد الناس هما اللي غاو تما كنتش غادي ندير ما بقيتش لا لا ما تلواتش احسن العوان دابا هادشي اللي كنفهموه الحمد لله هاد العيد عنده الاضحيه الهدف ديالها فعلا عندها واحد القدسيه دينيه ولكن حتى ديك الحلاوه ديال اللحم ويكون زوين وتاكلو ودير قطبه تفرح الدراري حتى هي مهمه. انتم تابعتوا معنا السي عبد الله باش غنخليك ما قلبتي. السي عبد الله مرحبا بك معنا في البث المباشر. كنشكركم بعد اول حاجه من بعد الفيديو ديال قناه شوف تافيش التشتي وهو التصلتوا بنا وانسى جاء السي عبد الله والدكتور ديالنا الدكتور عبد الرؤوف مرحبا بك معنا في البث المباشر. مجموعه المتابعين الافاضل كيتواجدوا معنا الان بغي يعرفوا مجموعه المعطيات ما عندكم وهذه مناسبه باش حتى المتابعين والمغاربه كاملين بصفه عامه انهم يعرفوا الدور ديالكم وانه في هذا التدخل ديالكم العاجل اللي تبارك الله عليكم في نفس النهار ونفس الساعه وكما قلتي وصرحتي من الان انتم كتخدموا اليوم استثنائي قبل العيد ومورا العيد كتخدموا بغينا نعرفوا مجموعه المعطيات شنو الدور ديالكم بهذه العمليه. اولا وقبل كل شيء اللي بغيت نقول لك كما قلت للسيد هو انه المصالح البيطريه ديال لونسا عندها واحد الخبره كبيره في هذا الميدان ديال المداومه ايام العيد وقبل العيد. نعم. وقبل من هذه العمليه حنا كنقوموا قبل بالمراقبه ديال القطيع على الصعيد الوطني ولا الضيعه ديال التسمين وكنرقموا هذه الاغنام كترقم تحت الاشراف المباشر ديالنا وكنراقبوا التغذيه ديالهم وكنراقبوا مياه الشرب لهذا بصفه عامه المعطيات كاع اللي عندنا بان الحاله جيده ديال القطيع هادشي ما كاينفيش انه تكون مشاكل اللي هي بسيطه ديال بعض التعفنات ولا بعض الطفيليات وجينيرال مو هادشي اللي كيكون عندنا دابا حنا في قنيطره كما قلت لك عندنا المداومه جاو عندنا الناس البارح وجاو عندنا اليوم كاين اللي كيشري بما ديالو كتبان له بحال مريضه كيعيط علينا كنمشيو نشوفوها شنو هو المشكل. نعم. واليوم كذلك درنا مداومه عبر بجميع الوسائل المتاحه اما عبر الهاتف كيتصلوا الناس بالهاتف كيتصلوا بنا بار ميل. نعم. ولا اقتضى الحال حنا كنحلوا لهم المشكل ولا اقتضى الحال تنقولوا لهم يجيبوا لنا السقيطه ديالهم ولا الاحشاء اللي هي مشكوك انها ماشي صالحه وكيجيبوها لنا لعين المكان في المجازر الحضاريه ديال قنيطره
وكنراقبوا والامور كتمشي بخير على خير. حنا بعد ما تلقينا الاشعار من 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 لونسا اتصلنا بالسيد وتسنيناكم تجيو باش نمشيو نشوفوا واشنو عنده. حنا دابا غادي نديروا المعاينه ديال غنبداو بالسقف ومن بعد غادي نديروا المراقبه ديال السقيطه وغادي نشوفوا واش غيكون. ان شاء الله يكون خير. بارك الله فيك. اللي كاينه غادي نقولوا لها هذه النمره ديالها. هذه الرقم ديال واللي شفنا المباشر قبل قليل كيف ما تبعتوا معنا. هذا هو السي عبد الله كنشوف فكرني السميه. نعم خويا انوار. السي انوار شنو الاحساس ديالك والحمد لله في التدخل ديال الانصا من بعد القناه ديال قناه الشوف تي في؟ تفضل. المهم الحمد لله كنشوف انك بعد الحمد لله الوجه ديالك متنور على قبيله. قبيله كنت مقلق وكتقول لي شي تحاول ب 70000 ريال والله اللي عان بيا وعطوني ناس وعطاني من هنايا ولكن في الاخر شمتني ذاك السيد اللي جيت من عنده ياك سيدي. الحمد لله. لكن الحمد لله كنشكر الشكر الخاص الانصا كيف ما من بعد ما درنا الفيديو جات الانصا. يعني انتم كما كتشاهدوا معنا متابعينا الفضيل الان كيديروا العمليه ديالهم. نعم شنو الشعور ديالك لحد الان؟ الشعور ديالي انا شاد الناس يقولوا لي لوحه لوحه ما تهمنيش المهم باش انا كنبقى بارد ما تهمت حتى حاجه. فهمت وما عندي ما غادي نقول قول خطانا السلطه ولا خطانا الاطباء ديالنا اللي خطاهم علينا. هذا والحمد لله راه حنا غادي نكون بغا يقول لي سي عبد الله شي حاجه مهمه. كما سبق وقلت لك انه دابا هاد الكبده هادي كيبان لينا بعد الحبات الى قدرتي نحط الموس الى قدرتي تقرب الكاميرا هنايا. عندنا بعد فهمتي الطفيليات عندنا واحد لي ليزيون عاديين هذوك نلقاوهم الا كانوا قلال كنحيدوه بالموس هذه بصفه عامه. والا كانوا كثار عاد كنرميو هذا الكبد الحشاء ديال الكبد. هاد الحبات ما كيأثروش على الجوده ولا الصحه ديال هاد الكبد. حنا غادي نشوفوا ابارامون راهم قلال فهمتي كنحيدوهم بحال هكا كنبليشيوهم وكنجمعوهم ونحرقوهم ما نخليوهمش فهمتي عند هكا سراو كمل هاد العملية كيف بوتي طاش. عند الطيحان ما فيه والو مزيان القلب كذلك الموس ما خديش نبينو. نعم كما كتشاهدوا معايا المتابعين هذا القلب مزيان مزيان ما كاين والو. بصفه عامه هاد الطفيليات تيكونوا في الريه. نعم بصفه عامه كيكونوا في الريه بكثره فهمتي. الريه هي اللي كيكون فيها كنرميو الريه. الكبد كيكونوا كيلكوزين شفنا هنا وكنابليشيوهم ونجمعوهم ولا كانوا كثر راه كنحيدو. بالنسبه للسي انوار شاف واحد الحاله انت غادي تشوفها دابا معنا فين بغيت نجمعها الريه فيها. ايوا كلشي ها هو هنا الريه ما بغيناش تفضل قول هذا دابا صافي السيره في سلاسل الدكتور عبد اكياس الماء هذا كيبين على السلامه الصحيه ديال هذا الماده حيدو. لا لا هو هذا صحيح هذاك لوكا. اوكي هذه كتبان لكم انها صالحه ممكن انه يستعملها ما يخافش منها. بغينا ناكلوا معاك هادو كاينين هادو اكياس مائيه. اكياس مائيه نعم حتى هو زعما ماشي بغيت نشوف انا هذا الماء اللي قال لي هو اللي جا في الروبورتاج ملي ضرب الموس. دونك هاد الاكياس هي الاكياس المائيه تا هي ناتجه عن الطفيليات وهادشي عادي تا هو غير مودر نهائيا بالصحه ديال الانسان ولكن حنا تنرميوه لانه الشكل ديالو تيهرب كنقولوا حنا نعم. الفرنسي اسبيريبينيو ما تيعطيكش الخاطر ديالك باش تاكلو. نعم فهمتي دونك من الافضل كنحيدو. دونك غنشوف هذه الاحشاد يعني كيف ما كتابعوا من المتابعين الافضل فاحنا اليوم كنتواجدوا عند المنزل ديال السيد اللي كيقول انني شريت واحد حوالي ب 70000 ريال اللي شفتو معنا قبل قليل. الحمد لله من بعد الفيديو ديال قناه شفت قناه الشعب التحق مباشره انصا ومعنا الدكتور دراوف معنا السي عبد الله وكذلك معنا يمكن الاسم ديال سيدكم يمكن الاسم سيدكم مصطفى معنا كذلك اللي كيقيد التقرير ديالكم كما كتشاهدوا معنا المتابعين. حنا في المنزل الان ديال السي انوار اللي تابعت معنا الفيديو قبل قليل لكن الحمد لله نعم البكله استاذ نشوفوا عندي مرحبا هذيك البكله انا هاد الخلاط والثلاجه دابا خروف زينه هانيه والله العظيم دابا حنايا كنهضر معاك بصح والله العظيم ما عندك خروف والله ما عندك ماشي دابا حنا وسميني غزال ماشي طلبنا دابا حنا الناس اللي ذبحوهم اللي خلاونا وصلنا لهذا الشيء. نعم
ونقول لك دابا الملك زاد واخا دابا المهم كيقول لك سالوا اهل الذكري هذا هو اللي دابا السقيطه من شفتها دابا سميتو اللون ديالها اللون ديال اللحم هو اللي مهم دابا غزاله حاجه وحده اللي عندك راه يقدر يوقع مشكل لا خصها دابا تقطع وتدخل كونجيلا اه راه حنا كنتسناكم غير نتوما تعطلتي عليها كلا كنتسناكم غير نتوما انا دابا شد فحالك راهو دابا هادي غادي تمشي دابا تبطر بها تبطر بها وتبطر بها تحيد تحيد تحيدها لا اشرف اجري اخويا ديري هذا المارش انت كتشوف كما سبق قلت لك بانه فهمتي هذه الساقطه سارقه ساقطه في حاله زيت جيده ما كاين حتى شي اشكال فيها اللحم مزيان لكن هو كاين بعض الطفيليات كاينين في الرئه في الرئتين وكاينين في الكبد الكبد راهم قلال حنا راه نقيناهم دونك ما عندو حتى شي مشكل وبالنسبه للرئتين سبق لي رماهم من الافضل وهذا اللحم راه زوين وحنايا ان شاء الله السيد ان شاء الله يعرضنا يدير لنا شي طويجين والله تنجي لك معاك لا لا تبارك الله عليك وشوف هذا البهيمه اللي شريتي والله الا غزاله خوتي اش غنقول لكم انا دابا كون كنا ماشي ما وصلش مع المعلم نقول له عاد ذكر لي اخويا له شي خلي لنا دابا هو حنا ما كنا دابا الله انا باش نوقف الثاني اتصلت لهاد الناس انا ما عنديش نمرشكم وقتي باش نشكراو انا قلت هاد الناس هما يعاونوا حنا بقينا الله الحمد لله بدينا بقينا والحمد لله شي اللي وقع وكان شفتو بي كان زايد بركات اكيد طبعا الحمد لله بخير انا حاجه وحده اللي نوصيك فهمتيني وماشي غير نصيحه دابا وصيه ضروريه انه في الاصل خصها ما تفوتش واحد 5 سوايع انتو في التقطيع باش كنتجنبو ممكن يوقعوا منها دابا هذه ديجا تعطلنا عليها الله يرضي عليك هذه دابا نزلها قطعها وحاول تقطعوها طريفات صغار وحيدوها في الكونجيلاتور ما تعرموش خليو منين يدوز الهواء لا وخليه منين يدوز الهواء الا كنتي كيفاش دير راه نورمالمون غادي شوف ما ديرش في الميكا تشد الميكا ودير عطيني شي ميكا ونوريك غتشد الميكا غتفرش ميكا غادي تحط اللحم فوقها ماشي في الميكا زيد ميكا برافو عليك مشكل التنفس باش يتنفس وباش بحال شي بونستر مخلوطه خليه حتى الغدا بين ما كرمشي شويه وشد بلاصتو بدا كيتكونجلا عاد بدا تزولو ودير بقى دير في الميكات انديفيديو سي عبد الله وما عنده تبارك الله سي عبد كانت سي عبد الله سمح لنا معنا تاع المباشر هذه مهمه هذه النقط اللي كنعطيها وحنا الان معنا تقريبا 2000 شخص الان المباشر الله يخليك بغيناك تعطي نصائح للناس وهذه مناسبه وحنا نستغلوا الموقف انتم معنا انصا معنا شخصيا سي الدكتور ديالنا عبد الرؤوف وسي عبد الاله وكذلك السي مصطفى بغيناكم تعطيونا نصائح للمغاربه كاملين شنو كتقول لهم تفضل في هذه المناسبه شوف اول حاجه المغاربه كاملين اللي كيشوفونا واللي كيتابعونا نتمنوا لهم عيد مبارك سعيد الله يدخلوا علينا وعلى الجميع بالصحه والعافيه الله يدخلوا على سيدنا بالصحه والعافيه وهذه البلاد تبقى في النعيم وفي الاستقرار وفي الهنا ونتمنوا البلاد ديالنا تزيد القدام بالنسبه للعيد اهم نصيحه كما قلت دابا الاستاذ هي دابا الناس يحاولوا ما امكن ما يباتش ما تباتش السقيطه عندهم خص السقيطه دابا في العصر خصها ماكسيموم 5 سوايع خص تكون دخلت الكونجيلاتور السقيطه بمعنى حتى كاين ما كاينش اللحم 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 علاش؟ خصوصا اننا حنا هاد الايامات ديال العيد صادفت واحد الارتفاع مفاجئ ومهول في الحراره وعندنا حنا في قنيطره عندنا جوج العوامل اللي هي ماشي زوينه الحراره والرطوبه نعم ودابا بحال هاد السيد هذا هاد السقيطه عنده راه نهار كامل وهي من نهار السطح يعني سخون الشقة الفوقانية المكان سخون بزاف زائد الرطوبة وممكن فهمتي حنا ما بغيناش نوصلوا لهادشي دابا المهم اللحم راه مزيان باقي ما عنده حتى شي حاجة يمشي دابا يقطعها ويديرها في الكونجيلاتور وياكل بالصحة والراحة وإلا كانت شي حاجة حنا هنا وحنايا راه حنا قدام الكلوب ديال الفروسية حنا المصلحة عندنا وفي المجازر راه حتى ان شاء الله غادي نكونوا بغيتي تجي عندنا جبنا شي طويجين مرحبا مرحبا كنديروا في الوصفه الوصفه كنتغداو اسمحوا لنا انتم راه الله يسلمكم الله يلا تخليو كل شيء شوف الحمد لله من ولا عندنا المغرب بحال هكا هذه واحد المبادره انا ما عمري ما استفدت حتى 40 عام ما عمري ما عرفت هذا الشيء هذا الشيء علاه كان نزيد الزيت يكونوا كنتعاملوا بعضياتنا هازي نكونوا احنا زوينين بعضياتنا حتى حاجه كل شيء غتكون بخير كل شيء غيكون هاني الحمد لله الحمد لله وعيش الملك والله يجيب ليه الشفاء يا ربي الله يخطى علينا سيدنا وعيش الملك الشفاء سي انور وشكرا لكم انتم على الاطباء ديالنا ديال الناس ديال القناه تراكم شكرا بارك الله وسمحوا لنا ربنا الا خطانا معاكم ولا شي حاجه الله اعلم
الله يحسن العون. انا دخلت مع السندير الناس اللي كنتم والله سبق لي هضرت معك في التليفون قلت لك بكل فرح وفعلا بكل فرح حنا هذا الدور ديالنا لا وحنايا المواطنين خصهم يبقوا على خاطرهم والمواطنين حنا والنيغاليتي ديالهم وخص اللي عنده شي تساؤل اللي عنده شي مشكل حنا راه على الاشاره وهاد الثلاث ايام ان شاء الله راح ندير كونتينا بيرمانونس باش كل شيء يكون على خاطره والحاجه اللي فيها الضرر غنحيدوها هذا لا جدال سميلة حنا كما كتقول سمح لي قاطرة قول لي هاد خلال هاد النهار هذا شحال وصلتي من اتصال شحال من كانت واش كانت شي حالات بالنسبة لهاد اليوم هذا؟ النهار الأول الحالات عادية بحال هاد الحالة ديال هاد السيد نعم. وهي قليلة جدا وحالات اللي كتخص هاد الطفيليات في الأحشاء خصوصا الرئة ولا الكبد أنا دابا حتى مع هاد التحسيس ومع هاد المراقبة اللي ولات كدار وهاد التكتيف ديال المراقبة اللي كدار لونسا هاد المربيين والمسمنين والفلاحة والكسابة ولاو تيستعملوا فهمتي طرق تقنية وطرق عصرية وطرق صحية في التسمين ديال الأعلاف ديال البهائم ديالهم والحالات ديال الطفيليات غادية وواحد الانحدار غادية وكتقلال بزاف باش نعطيك حنا مثال هاد العام في قنيطرة كاملة عندنا خمسة الحالات اللي تلقينا ديال لي زابيل اللي كيخصوا هادشي ديال الطفيليات اللي لا يمس لا من قريب ولا من بعيد بالصحة ديال اللحوم. شكرا لك سيدي الى كذلك الدكتور عبد الرؤوف شكرا لك. نعم. باش عفوا الاهميه اللي كتعطي لونسا لهذا العيد انه هذا العيد هذا لونسا فاش تكون مداومه ديال 24 ساعة 5 ايام قبل العيد و5 ايام من بعد العيد. حيت هذا العيد كنعرفوا بانه مهم عند المسلمين وخاصه عند المغاربه وعواشكم بروكا وحنا معكم صباحا مساء. شكرا لك بارك الله فيك تبارك الله عليك. غادي نختم بالسي انوار. سي انوار الكلمه الاخيره ديالك. الكلمه الاخيره ديالك كنشكركم. مرحبا وحيد. حنايا كنشوف تبي قناه الشعب الحمد لله. كنشكر الشعب عواش المباركه وان الله غفور رحيم. شكرا. اذا كيف ما تبعتوا معنا المتابعين الافاضل فاحنا المباشر كيف ما تبعتوا هذا السيد اللي جاء بواحد النداء ديالو قبل قليل الحمد لله عبر قناه شوف تيفي قناه الشعب الحمد لله لانه كان شي واحد حوالي 70000 ريال في الاخر لقى فيه بعض الطفيليات من بعد خاف منه ما قدرش ياكلوا ولا النص ديالو تقريبا ولا كيف ما تبعتوا معنا في المباشر كذلك الانصار دخلات في الخط والحمد لله جات وفرحات وكيف ما كشاهدتوا الحمد لله حتى الابتسام على الوجه ديالو ما بقاش بحال اللي كانت قبيله كان قبيله مقلق ومبرزط دابا الحمد لله وشكر خاص للانصا وشكرا لكم ايضا متابعينا الافاضل الى اللقاء في لايف اخر ان شاء الله.